خائية البنت والدفتر والمقلمة خرباني. هيك غراضون. الخزانه هي الخزانه درفتين هيك على بعضهم، فيها رف بالنص عليه ثياب، وتحت هذا الرف بحط دائما بعبي شنطتي. بس بهداك اليوم حطيت الشنطايه اللي انا ضبيتها على اليسار وشنطايه الثياب على اليمين، وهدولي وتركت بالنص فاضي. وهذا المكان اللي انا تركته بالنص فاضي يعني بيجي تقريبا المتر، لانه الدرفتين على بعضهم كانوا عراض. هو هذا المكان الفاضي هو اللي انحمينا فيه نحن. فوقنا ضلت كانت الهزة لساتها مستمرة، سامعة صوت الأرض وهي هيك عم تهز، كان صوتها كتير بيخوف بهداك اللحظة. حسيت أنا إنه في شيء، إنه معقول نحنا معقول البناية انهدت، إنه هذا حلم. صارت تصرخ البنت ساعدونا ساعدونا، سمعوها. اجوا عالم اول شيء صاروا يدعسوا على السطح انه اللي نازل علينا، قلت لهم انا لا عم تدعسوا، انه عم تبعثونا نحن تحت. عرفوا نحن وين، وكانت هي لساعتها. اجوا كثير رجال صاروا يحاولوا انه يسحبوا السطح عن الخزانه. الحمد لله طلعوا الاولاد بخير، طلعوني انا والصغيره بخير، طلعت الشنطايه اللي كنت ضابطتها كانت حد راسي تماما.